تجميد للعقوبات الأوروبية الجديدة بحق روسيا، وذلك تسهيلا للمحاولات السلمية الهادفة إلى وقف العنف في الشرق الأوكراني. هذا ما قرره وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا هذا الاثنين في بروكسل. بعد الاجتماع قالت فيدريكا موغيريني مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: لأجل إعطاء مساحة للجهود الدبلوماسية ولفرص نجاحها، قررنا بالإجماع أن نؤجل العمل بالعقوبات الجديدة حتى يوم الاثنين المقبل، لأنه من واجبنا أن نعطي فرصة للحوار. ليتوانيا الدولة التي ترأس الاتحاد الأوروبي، قال وزير خارجيتها ليناس لينكوفيتشوس قبل اجتماع نظرائه الأوروبيين: نرغب بالحلول الدبلوماسية ولا نحكم إلا على الوقائع. على ما يبدو لا يمكن أن نثق بكلام القيادة الروسية إلا إذا تم البرهان بالإيجابية على الأرض. الوزراء الأوروبيون توافقوا مع وقف التنفيذ على إضافة أسماء جديدة على اللائحة السوداء للشخصيات الأوكرانية والروسية الضالعة في مساندة الانفصاليين في شرق أوكرانيا.